ليفاندوسكي يقود برشلونه للفوز بخماسيه، وهالاند بثنائيه في شباك اشبيليه يقود مانشستر سيتي للفوز برباعيه، وامبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على يوفنتوس، وريال مدريد حامل اللقب في ليله اصابه كريم بنزيما يفوز بثلاثيه على سيلتيك، ونابولي يعطي درسا قاسيا لليفربول. حان الان الحديث عن الجوله الاولى من دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا، بس قبل ما نبدا حديثنا صلي على رسول الله، اوعى تخرج من الملعب وخليك مع ملعب فتحي، واعمل الشك في القناه وفعل زر الجرس، اخبط واحده لايك وشير في كل مكان، ويلا بينا على الحلقه. هنبدا من مباراه ريال مدريد، بعد كده هنمسك مباراه مانشستر سيتي واشبيليه وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، بعد كده هندخل على فضيحه ليفربول والهزيمه من نابولي برباعيه، هنقول المشاكل اللي موجوده في ليفربول اللي مخليها شكلهم في الموسم ده وحش تماما، وهل ليفربول قادر على تخطي هذه المشاكل ولا لا؟ ما تستخسرش بقى الاشتراك في القناه وحط لايك للفيديو. زي ما قلنا في ليله اصابه بنزيما، ريال مدريد بيقدر يكسب على سيلتيك بالثلاثيه. خليني اقول لك ان هجوم ريال مدريد بدون بنزيما متلخبط. ايدن هازارد نزل وجاب جون وصنع جون، ولكن انتوا بتتكلموا على اصابه وخروج الحكومه كريم بنزيما من المباراه، عمي وعم عيالي، ومن المتوقع ان كريم بنزيما يغيب عن المباراه القادمه في الدوري الاسباني. تعال بقى كلمني عن هدف مودريتش، جمال ايه وفنيات ايه ورسم ايه، حاجات كده زي الفل لا يفعلها الا مودريتش. مودريتش يا جماعه تلاعب بدفاع سيلتيك، بعد كده حط الكره بقى طرفية جدا في مرمى سيلتيك عشان يقدم لنا لوحة فنية مرسومة عنوانها هدف مودريتش في مباراة سيلتيك في دوري ابطال اوروبا. على اي حال ريال مدريد بدون بنزيما او ببنزيما بيقدر يكسب وبيفوز باول مهمة من مهمة الحفاظ على لقب دوري ابطال اوروبا. اما المباراه الثانيه معانا فهي مباراه مانشستر سيتي واشبيليه، مباراه شهدت اكتساح للمان سيتي في كل شيء في الاداء والنتيجه. اشبيليه حاول ان هو يوقف مانشستر سيتي ولعبه بطريقه 4-2-3-1، ولكن مفيش اي حاجه بتحوى مع مانشستر سيتي. مانشستر سيتي يعد الفريق الاجهز على وجه الارض، الموسم اللي فات من غير مهاجم كانوا بيعملوا نتائج كويسه جدا واداء رائع في ارضيه الملعب، اما هذا الموسم هم معاهم المهاجم الصريح الدبابه هالاند. هالاند اللي في الدوري الانجليزي في اول 6 جولات مسجل 10 اهداف منهم 2 هاتريك، وفي دوري ابطال اوروبا مسجل هدفين في اول مباراه ليه بقميص مانشستر سيتي. هالاند اللي اصبح اصغر واسرع لاعب يصل للهدف رقم 25 في دوري ابطال اوروبا. من الاخر كده هذه الفتره هي فتره مانشستر سيتي مع جوارديولا. تعالوا بقى للمباراة الثالثة معانا، مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس. كان من التوقعات ان باريس سان جيرمان هيكسب المباراة، بس خليني اقول لك ان باريس كان من امكانه ان هو يسجل سكور على يوفنتوس، وعلى فكرة في اي مباراة المفروض باريس سان جيرمان يلعبها يسجل سكور، عنده مبابي وعنده نيمار وعنده ميسي بجانب اسلحة عديدة جدا في الفريق. خليني اقول لك ان مبابي اصبح اصغر واسرع لاعب يصل للهدف رقم 35 في دوري ابطال اوروبا، وزي ما قلت لك في بداية الحلقة ان الفترة دي فترة مبابي وهالاند. خلينا بقى ندخل على فضيحه ليفربول. ليفربول يستمر في الاداء الهزيل والنتائج السيئه، ما كفاهوش اللي بيعمله في الدوري الانجليزي وجاي يطلع عنا في دوري ابطال اوروبا، ويورجن كلوب مش عارف يعمل ايه غير ان هو يعاند العالم كله ما يجيبش لعيبه طليق بليفربول. زي ما يكون كده ان ليفربول معاه لعيبه قد كده، هو عنده مستشفى وجنب المستشفى في بيت صغير للعيبه اللي لسه مستواها ما جاش. نتكلم على محمد صلاح بس، حاسب اوعى تتكلم على محمد صلاح. محمد صلاح حرفيا مظلوم مع ليفربول في الوقت ده، يورجن كلوب بيلعب مثلثات ومربعات ضيقه ومخلي محمد صلاح ينزل في القلب، وبيخلي ارنولد او هندرسون يكملوا مكان محمد صلاح، ما يديش الحريه لمحمد صلاح ان هو يتحرك في مكانه. محمد صلاح اللي في تقارير صحفيه كتير جدا قال لك ما بعرفش العب غير ناحيه الجناح. انت بقى بتتفزلك وبتلعب محمد صلاح في مكان مش في مكانه، فبتستغنى عن خدماته وبتبينه للناس ان هو مستواه وحش. ولكن محمد صلاح هو مش عارف يعمل ايه في المكان اللي متوظف فيه. خليك معاند زي ما انت يا يورجن، وشكلك كده هتودي ليفربول في داهيه. هل بقى الايام اللي جايه مخبيه ايه لليفربول؟ وهل هيقدر يرجع ليفربول ولا هيكون مصير يورجن كلوب زي مصير توخيل؟ سيبك بقى من الزهق الكروي ده وتعالى للفريق الرايق، الفريق اللي بيأدي بروقان واهداف وكل حاجه تلاقيها مع برشلونه. محدش يقول لي ده بيقابل فيكتوريا بيلزن، ما بتفرقش من الفريق كبير وفريق صغير، اهم حاجه ان انت ليك شكل كويس في الملعب. وعلى الجانب الاخر ليفاندوسكي يا جماعه اللي بيقدم سيمفونيه من الاداء العظيم، بيساهم في النتيجه الخماسيه دي وبيسجل هاتريك عشان يصبح اول لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا يسجل 3 مرات هاتريك مع 3 فرق مختلفه. اول هاتريك كان مع بروسيا دورتموند، وثاني هاتريك كان مع بايرن ميونخ، والهاتريك الاخير كان امبارح مع برشلونه قدام فيكتوريا بيلزن. وزي ما قلت لك في الحلقه بتاعه تحليل مباريات الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، حلقه كانت من ايام كده قلت لك فيها ان برشلونه هيكون منافس قوي جدا لجميع فرق اوروبا. وكده تكون خلصت حلقتنا، ما تنساش تصلي على رسول الله وما تدخلش عليها باشتراكك في القناه وحط لايك للحلقه.